شهدت ساحة الإرادة مساء اليوم وقفة تضامنية لنصرة الحقوق المدنية والإنسانية لفئات غير محددي الجنسية. نعم، وطالب ناشطون وحقوقيون خلال مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية بسرعة حل قضية البدون، محذرين من كارثية نتائج التغافل عن قضايا ومشاكل أبناء هذه الفئة، كما حذروا من خطورة القضية اجتماعياً. نحن نقف اليوم في ساحة الإرادة مجددا للتأكيد على كارثية تداعيات الإجراءات الحكومية، إجراءات الجهاز المركزي على المجتمع البدوني في الكويت. ارتفاع نسب حالات الانتحار، ازدياد عدد أو ازدياد نسبة الأمية، حرمان الأطفال من التعليم، حالات أطفال مرضية غير قادرين على تلقي العلاج المطلوب. الحال في تدهور مستمر، ولا أدل على درجة التدهور من بشر يختارون إنهاء حياتهم. إذا لم يلفت نظرنا هذا الفقد الجماعي، لا شيء آخر سيلفت نظرنا. وإذا كان هذا لا يشكل خطر على المجتمع البدوني، فهو بكل تأكيد خطر أخلاقي وضمائري وخطر نفسي داخلي على المجتمع الكويتي ككل. لذلك نحن هنا اليوم ندق ناقوس الخطر، ليس فقط تجاه المجتمع البدوني ولكن تجاه المجتمع الكويتي ككل، ونطالب بصوت عالي وواضح كافة نواب مجلس الأمة، كل الأطراف الحكومية، في أن تتخذ إجراءات سريعة وفورية لحل المشكلة بشكل نهائي. ناس محرومة من معاشاتها، محرومة من حقوقها، محرومة من الوظائف، محرومة من أبسط الحقوق المدنية لأي إنسان يستحقها. هذا بالأخير ما هو فضل ولا منه، كل إنسان من حقه يتعالج ويتزوج ويطلع له شهادة ميلاد ويتنقل بحرية ويتوظف ويأخذ راتب آخر الشهر. فكل هذه الأمور أبي أكيد مو غير مقبولة، وإحنا اليوم يعني مجامع الغفير هذه الموجودة اليوم، وإن شاء الله يعني مو أول تجمع ولا راح يكون آخر تجمع نصرة لهذه القضية العادلة. محمد وين؟ ما ندري. محمد أخو ما ننام، ما ننام. أنا أمي ضغط وسكر، ما ننام. أنا ما أبي ولا شيء من حقوق الإنسانية، أبي محمد بس. تبي أخوك؟ بس أبي أخوي. حقوق إنسانية لي أنا والله ما أبيه. أنا رجال متزوج، عقد زواج ما عندي، ما أبيه. رغم مدني ما أبيه، أبي محمد بس. والله ما راح أطالب ولا شيء غير محمد. الله يرجع لكم يا بالسلام. بس حنا محمد نبي نشوفه، بس نبي نشوفه، نبي ميت عي، أبي أشوف أخوي بس.